تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، انطلقت أمس أعمال مؤتمر ومعرض البحرين الأول للاستثمار الصحي والسياحة العلاجية بدعم من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية ومشاركة 45 جهة من القطاع الصحي في مملكة البحرين. هذا وناقش المشاركون في المؤتمر عدة محاور من أبرزها سبل تحويل مملكة البحرين إلى وجهة للسياحة العلاجية ودور المجلس الأعلى للصحة وهيئة المهن الصحية في تحفيز الاستثمارات الصحية، كذلك تعزيز تنافسية القطاع الصحي الخاص وبأثرها في دعم السياحة العلاجية، إضافة إلى إلقاء نظرة على التشريعات المنظمة للاستثمارات الصحية وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي.